أعزائي المشاهدين، حديثنا في هذه الحلقة عن علم مهم من أعلام العراق. كان الرائد الأول في من بني قومه، هو كردي، كردي من قرية باليسان، كان الرائد الأول من بني قومه في الرحلة، وكتب كتابا مهما سجل فيه وقائع رحلته في بلاد يعني المشرق الإسلامي. هذا الرحالة الرائد بين قومه، يعني لم نعرف قبله رحالة كردي استطاع أن يخرج من نطاق بلاده ويذهب، عدا رحلة الحج طبعا، ويذهب إلى بلاد بعيدة وقاصية عن وطنه، ويسجل وقائع رحلته هذه التي دامت فترة طويلة في كتاب. هذا هو معنى الريادة. يعني هذا الرحالة هو طه الباليساني الكردي، الذي يعني عاش في بلده في باليسان، في قريته باليسان، والباليسان الآن هي من توابع محافظة أربيل. ويبدو أنه كان من أسرة الزعامة في عشيرته، هو كان من عشيرة أو من قبيلة خوشناو. هذه القبيلة اشتهرت بشيئين: بشجاعة شبانها وبعلم علمائها، حتى أن حينما أسس داود باشا مدرسته، المدرسة الآصفية في جامع الآصفية عند رأس الجسر، جسر الشهداء في بغداد، ويعني احتار من يعين مدرسا في هذه المدرسة، قال له بعضهم: إن كنت يعني مصمم وناوي وفي بيت شعر فاختر لك عالم خوشناوي. يبدو أن هذه القبيلة يعني بزت غيرها في كثرة من خرجت من العلماء، وبالتالي وجد الباليساني بيئة حاضنة كما يقال من الناحية الثقافية والعلمية والدينية في قريته. ويظهر أنه كان سليل أسرة تولت زعامة قبيلته، يعني حينما نتتبع نسبه الذي سجله في مطلع رحلته يظهر يعني نسبه، قال: يحيى طه بن يحيى بن الأمير سليمان بن الأمير محمد خان بن كذا. يظهر أنه كان من بيت الإمارة، يعني يكثر كلمة الأمير ابن الأمير ابن الأمير، أنه من بيت إمارة قبيلة خوشناو. المهم أنه تلقى تربية روحية خاصة، كانت أسرته وقريته تتجه اتجاها علميا صوفيا، يعني كان الناس يتأثرون ب الميول في الزهد والتصوف وغير ذلك والعلم. نشأ هو بين هذا وذاك، وكان أبوه عالما، وحتى أمه كانت يعني مثقفة أو متعلمة، كان خاله من أسرة أخرى أيضا كان متعلما أو عالما وفق مفاهيم ذلك العصر. لذلك تلقى يعني طه الباليساني تعليما جيدا وتعليما روحيا أيضا، يعني وبالتالي تاقت نفسه إلى أن يعني يتعمق في هذه الجوانب. فحينما علم أن أحد الصالحين، كبار الصالحين، كبار الصوفية، قد قدم إلى منطقته، ذهب بنفسه إليه وعاهده على أن، وكان هذا يعني من التقاليد السائدة في تنشئة الأطفال والشباب، عاهده على الاستقامة، عاهده على طاعة الله. وبعد ذلك حينما بلغ وعاش بعدها حياة يعني دائما قريبة من التقوى، حتى أن هذا المرشد أو الموجه الذي قدم إلى قريته أخذ يوجهه إلى حفظ القرآن وإلى حفظ الأذكار والذكر وغير ذلك، فنشأ معبئا
بروح دينية وبنقاوة إذا جاز التعبير، وبتقى ملحوظ. حينما بلغ 20 صمم على الحج، وكان شابا في ذلك الوقت، يعني في 1744 كان شابا قد بلغ 20 من عمره، وقرر أن يقوم بجولة واسعة في البلاد الإسلامية. وتلك هي المسألة اللافتة للنظر في حياتي. نعم، كان هناك من يذهب إلى الحج ويدرس هناك ويدرس هناك، ولكن أن يقوم بجولة كالتي سنصفها الآن كان هذا أمرا جديدا على بني قومه، لم يسبقه إليها أحد. فترك باليسان، ترك أسرته فيها، ومضى في رحلة إلى الموصل، وهناك يعني بقي شيئا من الوقت ثم انطلق باتجاه بلاد الشام سالكا طريق الحج، فوصل إلى حلب ومنها إلى دمشق ثم إلى بيت المقدس ويافا وحيفا، ومن هناك ركب البحر إلى مدينة المنصورة في مصر، ومنها وصل إلى طنطا فأقام شيئا من الوقت، ثم وصل إلى القاهرة حيث نزل في مؤسسة يعني يجدر أن نشير إليها الآن، وهي رواق الأكراد. رواق الأكراد كان مؤسسة أو رواق، وبالحقيقة يعني بضعة حجرات تحتل جانبا جناحا من الجامع الأزهر، يقصدها الطلبة الكرد ليقيموا فيها مدة دراستهم في هذه المدرسة الكبيرة، مدرسة الجامع الأزهر. فقصدها وبقي هناك 8 أشهر، وكان مثار إعجاب الوافدين إلى هذا الجامع من كافة يعني الأقطار، ومثار إعجاب العلماء المصريين وزملائه في هذا الجامع وفي هذا الرواق. بقي هناك يعني حوالي 8 أشهر، ثم حينما جاء موسم الحج ذهب يعني مع قافلة الحجاج المصريين إلى يعني إلى ينبع، ومن هناك يعني اتجه إلى أداء المناسك وقد أداها فعلا هناك. ثم بعد أن أدى هذه المناسك عاد إلى مصر، ومن هذا البلد اتجه إلى دمشق حيث أقام في إحدى تكاياها متعبدا متأملا مطلعا. كانت التكايا تلحق بها خزائن كتب، فقضى بعض الوقت هناك بضعة أشهر. ثم عن عليه أن يذهب إلى إسطنبول. لا ندري ما هي الدوافع لهذه الرحلات الطويلة. نعم، رحلة الحج مفهومة الدوافع، ولكن أن يقصد إسطنبول ولم يكن له أي عمل يؤديه هناك سوى الاطلاع، هذا رحالة يعني حقيقي لم تكن له دوافع إلا حب الرحلة. فذهب إلى إسطنبول سالكا طبعا طريقا طويلا من 40 مرحلة، يعني 40 يوما كان المسافر يقضيها حتى يصل إلى العاصمة العثمانية. فذهب إلى إسطنبول وبقي هناك بضعة أشهر يطلع ويتفرج ويسجل ملاحظاته في كتاب رحلته هذه التي هي مصدرنا في هذا الحديث. وفي إسطنبول خطر في باله أن يذهب إلى بغداد، ولا نعرف أيضا ما هي الدوافع التي دفعته إلى أن يقوم برحلة شاقة من إسطنبول إلى بغداد. يعني في ذلك الوقت هذه الرحلات كانت تكلف الإنسان حياته أحيانا، طرق يعني فيها قطاع طرق وفيها ما فيها من مخاطر. فجاء عن طريق الفرات، ومن هناك وصل إلى هيت، ومن هيت سلك إلى بغداد ودخل بغداد وأقام في تكية هناك هي التكية البندنيجية، وما تزال هذه التكية معروفة باسم تكية المندلاوي، لأن البندنيجين هو الاسم القديم لبلدة مندلي الحالية. وجاور في هذه أو يعني أقام فترة من الوقت في هذه التكية، ولا ندري لماذا اختار هذه التكية. هذه التكية كانت تعد
في آخر الجزء المأهول من مدينة بغداد. الآن هي تطل على شارع الشيخ عمر الآن، لكن في ذلك الوقت لم يكن وراءها إلا فضاء كبير. وهناك التقى بعالم بغدادي هو وصوفي هو إبراهيم البندنيجي، ولم مع الأسف حقيقة لم يصف لنا الأماكن التي زارها في بغداد ولا العلماء الآخرين الذين التقى بهم، ولو وصف بغداد لا أحسن، ولكنه كان مشغولاً في بعبادته وبتأمله، وبالتالي ظل حبيس هذه التكية فيما يبدو، وفجأة قرر أن يترك بغداد ويعود إلى موطنه الأول، وقد مضى نحو يعني أقل من 20 سنة وهو قد ترك باليسان، فاتجه باتجاه يعني موطنه ووصل إلى بلدة كوي سنجق، يعني كويا كما تسمى اليوم، وهناك استقبله أهله ومعارفه، كان توفي منهم من توفي، استقبله ووجد نفسه محاطا بكثير من المعجبين، فاستغرب، هذا يقبل يده وهذا يعني يتبرك به، فقرر أن يترك بلده هذا ويذهب في رحلة أخرى. وفعلا بعد فترة من المحدودة من الراحة نجده يترك كويا، ثم وقام أيضا فترة في بلدته الأولى في باليسان، ويتوجه باتجاه بلاد الشام مرة أخرى سالكا طريق يعني عقرة وعدد من القلاع، عقرة و يعني قصروك وقرى، سلك طريق قلاع، مجموعة من القلاع في هذا باتجاه زاخو، وترك لنا وصفا جميلا لهذه الأماكن لم يسبق أن سجله أحد لا من الكرد ولا من غيرهم. هذه قلاع نائية كان يحكمها أمراء من الأسرة الحاكمة في العمادية، يعني تابعة لإمارة بهدنان، وبالتالي لم يسجل يعني أحد شكلها وصفها حكومتها من قبله. على أي حال نزل ضيفا مكرما في هذه القلاع، ثم سلك مرة أخرى طريقه إلى بلاد الشام، واتخذ يعني طريقه إلى مكة لأداء فريضة الحج مرة أخرى، ووصل إلى يعني بعد رحلة شاقة أيضا يصفها بالتفصيل، ذهب وصل إلى المناسك، وفي طريق وبعد أدائها عاد مرة أخرى إلى القاهرة فأقام فيها، وبعد مدة قضاها في القاهرة، طبعا هو يصف يعني القاهرة وصفا جميلا، ووصف الإسكندرية أيضا، وقام برحلة سلك فيها طريقا بحريا، يعني وصل من يعني وصل فيها إلى قبرص من خلال قبرص، وذهب إلى بلاد الشام، وهناك استقر في مدينة دمشق، واختار العزلة أيضا، فأقام في تكية مشهورة هي تكية السميساطية في مدينة دمشق، واعتكف هناك ليسجل وقائع رحلته هذه التي شغلت ثلث عمره تقريبا، ثلث عمره تقريبا أو ربما يزيد عن هذا، نصف عمره قضاه في هذا التجوال المتعب بين هذه المدن المتباعدة، من قريته باليسان إلى بلاد الشام، يركب البحر إلى قبرص، من هناك يذهب إلى الإسكندرية إلى القاهرة، ثم يؤدي مناسك الحج، ثم يعود مرة أخرى إلى بلاد الشام، ثم يذهب إلى اسطنبول، ثم يعود ثم ينحدر إلى بغداد، ومن بغداد يذهب مرة أخرى إلى بلاد الشام ويؤدي المناسك مرة أخرى. هذا كله كان يعني يقتضي جهودا جمة صعبة في ذلك الوقت، ورحلته هذه حقيقة التي سجلها في دمشق في آخر سني حياته فيما يبدو في عام 1204 هجرية، يعني 1789 انتهت أخباره، ويبدو أنه توفي هناك، وقد ترك وراءه وقائع رحلته هذه في كتاب وصل
لا ندري كيف وصل إلى دار الكتب المصرية، وقد حققنا هذه الرحلة ونشرناها منذ بطبعتين منذ حين، وقام أحد الفضلاء أيضا بتحقيقها مرة أخرى، وهي جديرة حقيقة بالنشر وجديرة بالاطلاع. سبب هذه الأهمية أن طه البالساني لم يكتفي بتسجيل وقائع انتقاله من مدينة إلى أخرى، كان معنيا أيضا بوصف الأحوال الاجتماعية فيها، يعني وصف لنا جموع الشحاذين الذين كانوا يعني يستقبلون قوافل الحجاج وقوافل التجار طالبين شيئا من العون المادي. كانت هناك المدن العربية كما وصفها كانت مليئة بالشحاذين، وصف الخانات في الطريق، وصف الخانات في المدن، متاعب الإقامة في مدن ذلك العصر، وصف المدارس، وصف أشار إلى عدد كبير من العلماء الذين التقى بهم في بلاد الشام أو في مصر، وأكثرهم لم يجد له من يسجل ترجمته في كتب التراجم، كان هذا أمرا مهما حقيقة. وصف مناسك الحج وصفا جميلا، وصف الرحلة البحرية من الساحل السوري إلى قبرص، ومن قبرص إلى مصر، ووصف مسجد السيد أحمد البدوي في طنطا، ووصف الجامع الأزهر. وحقيقة هذه المعلومات كانت معلومات مفعمة بالحياة، يعني سجل فيها كل شيء رآه أو أكثر ما رآه هو مهما. المهم في هذه الرحلة أيضا أنها تلقي الضوء على يعني على مسألة مهمة حقيقة، وهي كيف استطاع أن يقوم بهذه الرحلات المتواصلة وهو مفلس تماما، لم يكن يملك شيئا في جيبه، حتى أنه حينما وقف في بعض الموانئ وأراد العشار يعني موظف الجمرك أن يسجل أن يأخذ شيئا من المال على ما يملكه بسمة يعني أخذ الجمارك، قال له لا تتعب نفسك، لا أملك شيئا إلا كتبي، ومع ذلك تمكن من أن يتجول بحرية وبشكل مجاني في هذه البلاد، هذه الرحلات المكلفة. ولكن السبب الذي يتوضح من رحلته أن المجتمع كله كان يقدر رحلة أمثال هؤلاء العلماء والصالحين، يعني أينما يذهب كان يجد خانا يضيفه مجانا، ومدرسة لها من الأوقاف ما يمكن أن يعني أن يجد فيها الطعام والمنام المريح، وكانت هناك يعني مؤسسات كثيرة منتشرة في المدن الإسلامية تمكن زائريها من العلماء خاصة ومن الصوفية ومن الصالحين أن ينزلوا فيها مجانا، وكانت هذه تعد من أعمال الخير ومن أعمال التقرب إلى الله. يعني حينما ذهب إلى رواق الأكراد لم يطالبوه في الأزهر، لم يطالبه أحد بفلس واحد، كان بالعكس كان الكل يتبركون بمقدم هؤلاء يتشرفون بهم، كان رجل العلم موضع تقدير واحترام يكفل له معيشة مقبولة في الأقل، ورحلة في طلب العلم في كل مكان يريد، وهذا ما تكشفه رحلة طه البالساني حقيقة، تكشف عن رغم أنه في القرن الثامن عشر ويعني فترة وصفت بأنها فترة ركود وغير ذلك، ولكن مع ذلك كان العالم يتمكن من أن يذهب في رحلات علمية متصلة تشغل نصف عمره وهو لا يدفع شيئا، إنما كان المجتمع كله يحتضنه ويقدر فيه علمه ويقدر فيه رحلته من أجل طلب العلم، فيجد المكان والاستقبال والضيافة في كل مكان يصل إليه. رحلة طه الكردي البالساني واحدة من أهم الآثار العلمية وفي مجال أدب الرحلات، وإلى حديث آخر إن شاء الله.